أهلا بكم في موجزنا الإخباري لهذا اليوم. وقبل التفاصيل إليكم العناوين: حملة ملاحقة النشطاء الحقوقيين والنقابيين تتواصل في الجزائر، وعشرة نقابات وطنية تعلن مساندتها لخالد كداد الموقوف عن العمل، بوادر لحركة تصحيحية في الأفق داخل الأفافاس، أمناء الضبط يدخلون في إضراب وطني لثلاثة أيام، واحتجاجات البطالين متواصلة في مدن ورقلة. صعد النظام الجزائري من حملته الممنهجة التي يسلطها على النشطاء الحقوقيين والنقابيين، وهذا عبر توظيف الجهاز القضائي لإسكات كل الأصوات المطالبة بالحريات والداعية للتغيير السلمي والمنددة بالانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الجزائر. فبعد الحقوقي عبد القادر خربة الذي أدين بسبب مساندته لأمناء الضبط المضربين بعام حبس موقوفة النفاذ، وعبد الله بن نعوم الناشط الحقوقي والمعارض السياسي الذي فبرك له النظام والحاكم تهمة واهية للزج به في السجن والحكم عليه بستة أشهر نافذة، ها هي آلة الملاحقات تستهدف هذه المرة أربعة نشطاء حقوقيين ونقابيين دفعة واحدة، ويتعلق الأمر بياسين زايد وعثمان عمر وعبد بن جودي والأخضر بوزيني الذين تلقوا استدعاءات قضائية للمثول أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة يوم 19 جوان القادم، بعدما وجهت إليهم النيابة العامة تهمة التجمهر غير المسلح، وهي التهمة التي جاءت على خلفية مساندة هؤلاء للسيد عبد القادر خربة أثناء محاكمته الأخيرة. وقد نددت العديد من فعاليات المجتمع المدني بهذه الحملة المسعورة التي باشرتها أجهزة النظام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين في الجزائر، ومن بينها شبكة الدفاع عن الحريات والكرامة التي شجبت بشدة ممارسات التضييق على الحريات في الجزائر، داعية النظام الجزائري إلى وقف هذه الممارسات المنافية لمبادئ حقوق الإنسان. ومن جهتها تأسفت شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان على ازدواجية الخطاب الذي يتبناه حكام الجزائر في المحافل الدولية، والذين يتغنون فيه بما يزعمون على أنه انفتاح تشهده الجزائر في مجال الحريات العامة، في الوقت الذي يمارسون فيه سياسة القبضة الحديدية للكبت على أنفاس الجزائريين. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أحيي بكم وجميع المشاهدين. هي كانت في الواقع وقفة احتجاجية قمنا بها منذ حوالي شهرين، يعني كانت وقفة تضامنية مع الزميل عبد القادر خربة اللي كان هو السجن، وكان كذلك عند المهندس الوالي، يعني كان تهمة التجمهر لأنه ساند هما الضبط الاحتجاج تاعهم. يعني هي تهمة غبية من كل جهة اللي راهي رانا يعني النظام الجزائري دفع لهذا النشطاء الحقوقيين، وهي اعتبروها على كل حال اعتبروها اعلان حرب بعد الاحتجاجات على الانتخابات. الان يعني البرابوس مع هذا البواني تاع الانتخابات اللي راهم في الجزائر كل يوم يخرجوا من كورونيا، واعلان حرب قلت لانه النظام اصلا جربان ما عندوش القدره، يعني ما عندهاش القدره اللي باش يجاوب فيها مع المجتمع اللي باش يحل فيها مشاكل المجتمع. يستعمل اموال البترول أعلنت عشر نقابات وطنية عن مساندتها للأمين العام لنقابة النفسانيين السيد خالد كداد، وذلك على خلفية توقيفها عن العمل الأسبوع الماضي بقرار من مديرية الصحة لولاية الجزائر والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية، وهذا بإعاز كما يقول هذا النقابي الموقوف من وزير الصحة جمال ولد عباس. وفي سياق تداعيات هذا القرار، أكدت نقابة النفسانيين خلال أشغال جمعيتها العامة عن عزمها على تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء هذا القرار الذي وصفته بالتعسفي. كما سيرت النقابة عقب نهاية أشغال جمعيتها العامة مسيرة داخل مستشفى مصطفى باشا حشدت لها أكثر من 300 أخصائي نفساني نددوا من خلالها وبشدة بممارسات وزير الصحة جمال ولد عباس. وقد سارعت وحدات من الشرطة إلى قمع الأطباء المتظاهرين وغلق أبواب المستشفى للحيلولة دون خروج هذه المسيرة إلى الشارع.
وفي ظل التجاذبات التي يشهدها القطاع، قررت نقابة الصحة الاجتماع يوم غد الأحد لتصدير برنامج احتجاجي ستكون كل من الوزارة الوصية ومديرية الصحة والمؤسسة الجوارية بسيدي محمد بالعاصمة مسرحا له. يدخل أمناء الضبط وموظف الأسلاك المشتركة منذ اليوم في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام تنديدا بسياسة الترهيب التي تمارسها وزارة العدل في حقهم، ومن أجل التضامن كذلك مع زملائهم المضربين عن الطعام والموقوفين بقرارات تعسفية حسب ما تقوله الفيدرالية الوطنية للقطاع العدالة، التي دعت في بيان لها يوم أمس إلى العودة للاحتجاجات والتصعيد عبر هذا الإضراب الجديد الذي أطلقت عليه تسمية إضراب الكرامة، والذي ترمي من ورائه إلى كسر جدار الصمت الذي تحاول الوزارة الوصية فرضه على مأساة كتاب الضبط المضربين عن الطعام منذ 40 يوما بدار النقابات. ويأتي هذا الإضراب الجديد في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العدل إدارة ظهرها للمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة لهذه الفئة في ظل النداءات التي ما تزال توجهها العديد من المنظمات الدولية للنظام الجزائري والمطالبة بوقف مأساة أمناء الضبط المضربين عن الطعام. اتسعت رقعة الرافضين داخل جبهة القوى الاشتراكية لنهج التطبيع الذي انخرطت فيه قيادتهم الحالية مع النظام الجزائري، حيث اجتمع أول أمس بمنطقة وسيف بتيزي وزو عدد من كوادر الأفافاس من بينهم أعضاء من المجلس الوطني ورؤساء عدة بلديات وأعضاء في المجالس الولائية، في مقدمتهم السكرتير السابق السيد كريم طابو، وهذا لمتابعة التطورات التي تعيشها تشكيلة حسين آية أحمد عقب قرار هذا الأخير القاضي بالمشاركة في مسرحية 10 من مايو المنصرم، وما تبعها من قرارات تجميد مست بها قيادة هذا الحزب عددا من الكوادر التي عبرت علنية عن معارضتها للاستراتيجية الجديدة التي أصبح يتبناها أقدم حزب معارض في الجزائر. وقد قرر المجتمعون تشكيل تنسيقية أوكلت لها مهمة التحضير للقاء وطني خلال الأسبوع القادم بالعاصمة، ستوجه الدعوة لحضوره إلى كل أعضاء المجلس الوطني من كل ولاية الوطن لوضع خارطة طريق يوقفون بها قطار التطبيع السريع مع النظام الحاكم الذي ركبته قيادتهم، والتي باتت بعد هذه التطورات المتسارعة تواجه حركة تصحيحية في الأفق القريب. تعيش مدينة عين البيضاء بولاية ورقلة لليوم الخامس على التوالي على وقع الاحتجاجات المستمرة التي يقوم بها المئات من الشباب البطال المطالبين بفرص عمل في الشركات البترولية المتواجدة بهذه الولاية، حيث أقدموا نهاية الأسبوع على قطع الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين حاسي مسعود وعاصمة الولاية، وكذا احتجاز العديد من المركبات التابعة لشركات وطنية وخاصة تعمل في مجال المحروقات في حوض ورقلة وحاسي مسعود، كما هددوا بتنفيذ عملية انتحار جماعية تعبيرا عن سخطهم على طرق التشغيل الملتوية التي تعتمدها الجهات المسؤولة بولاية ورقلة، والتي يبدو أنها تقف عاجزة عن حلحلة هذا الملف بسبب ارتباطه مباشرة بجهات نافذة في النظام الجزائري على حد تعبير الشباب المنتفض في هذه الولاية. ولاية ورقة تشهد عدة احتجاجات خاصة بالعملية اليوم، ليس في هذه الأيام فقط، بل منذ الجهات الانتخابية رولنا على وقع الاحتجاجات الطوارئ هذه. كما سبب هذه الاحتجاجات عدة مجمعات قضائية وقمع منهج لرجال الشرطة ضد الطالين. هذا ما تشهده ورقلة عملية كر وفر بين رجال الشرطة والبطالين. والله فيها في آخر حديث مع مراسل جريدة خاصة قلنا أننا نتحدث الإدارة المركزية أنها تستطيع أن تحرك أو تحارب أبناء الفساد في ولاية ورقلة، ليس ولاية ورقلة، هذه محمية الإدارة لك. هذه ولاية خاصة، نحن لا يستطيع أن يحاربوا الفساد والمفسدين ويقضوا على مشكلة المواطنين المستقيم بها في المستشفى. <تصفيق>
ونذكر في الأخير بمرور 20 يوما على اعتقال عضو حركة رشاد السيد عبد الله بن نعوم الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه 12، كما تمر اليوم 153 يوما على اعتقال الدكتور مراد دهينة عضو أمانة رشاد. انتهى موجزنا الإخباري لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.